السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة جيهان كيتشان. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة ديال البريوش او الشهدا بمقادير بسيطة موجودة في كل بيت وبلا بيض وكيجيو من الداخل مهوين واسفنجيين. خليكم معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمكونات ديال هاد العجين ديال الشهدا فانا كنحتاج واحد تقريبا 4 كيسان ديال الدقيق ديال الفورص، واحد 2 شاسي ديال الفاني ديال التنسيم، وهنا الحليب كيبقى على حسب العجينه. هنا انا عندي غير دفيتو غير شويه، وعندي واحد تقريبا 2 معالق ديال الخميره فوريه درتها مع شويه ديال الحليب والسكر حبيبات باش تفاعل ليا. وعندي هنا واحد نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر تقريبا بحال. وهنا الشوكولاته اللي غادي نحتاجو في التزيين في الاخير، وعندنا واحد القبصه ديال الملح. اول حاجه غنديرو غادي نصبو هاد الدقيق اللي انا غربلته من قبل، وغادي ندير واحد الدائرة الوسط اللي غادي نضيف فيها ديك الخميرة اللي خليناها تفاعل، وغادي نزيد عليها السكر والسكر حبيبات. يعني هذا تنا عفوا الفاني. غادي ناخذو شويه ديال الملح نحطو بعيد على الخميره تقريبا واحد القبصه ديال الملح، وغادي نزيدو الزيت في الجوانب. وغادي ندمجو هاد المكونات غادي نضيفو الحليب نحاولو نعجنو هاد العجين مزيان. نضيفو الحليب غادي نعجن العجين ونتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش كيجي. البنات بعد ما عجنت العجينه ديالي جمعتها فكتجي على هذا الشكل. دابا غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها واحد تقريبا نص ساعه ولا ثلث ساعه ترتاح ليا، وشد لك بوحدها. غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نتلاقاو من بعد باش نوريكم كيفاش غادي ندير لها الطريقه ديال الطهي قبل الطهي عفوا. البنات بعد ما ارتاحت العجينه وخليتها تقريبا واحد نص ساعه كيف ما كتشوفوا راه انتفخات، فدابا غادي نعجنها. غادي نحيد منها داك الهواء، غادي ندهن ايديا بالزيت باش ما انا درت ليه الطق. نتوما يمكن لكم دهنوه بالزيت، وانا هنا درت ليه الورق ديال الطق حيت من بعد من غادي ندهن بالبيض فغادي تلصق ليا وغادي يطيح داك البيض في يعني في القاع ديال المول وغادي تلصق ليا من القاع. فانا غادي ندير لها البابي ديال الطق وغادي ندهن ايدي وغادي ندير نشكل كويرات، يعني كويرات صغار كل كرة غادي نوضع فيها الشوكولا على هذا الشكل. كنتمنى يكون الشرح واضح. دابا غادي نحطها هنا
نحاولو نديروهم كويرات صغيورين، مازال غادي يخمروا ليا وغادي نتعبقوا في الفرن اللي نكون طيب فيهم على هذا الشكل. غادي نقطع الشوكولا نقسمو على هذه الطريقة. كيجيو مهوين، حاولوا كنصامو على هاد الشكل. انا هاد المول اللي خديت خدا ليا تقريبا يعني 6 ديال الحبات، وانتوما ليكم الاختيار، يمكن ليكم ديروا على حساب افراد العائله، تقدروا ديروا صينيه كبيره. اما هذا اللي شاطيه فانا غادي نستعمله من بعد. دابا غادي نحاول ندهن هاد العجين بالصفار ديال البيض، خلطتو مع شويه ديال الحليب باش تحيد ديك السفوريه ديال البيض. غادي ندهنو بالبيض، الصفار ديال البيض، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق. على هاد الشكل. ودابا غادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق، ومن بعد 10 دقائق غادي ندهنهم عاوتاني ببيض البيض، ونتلاقاو ونوريكم كيفاش كيفاش الطريقه باش نزوقهم بالزنجلان والحبه السوداء كيفما تشوفوا، ونتلاقاو من بعد. من بعد ما خليت العجينه ارتاحت ليا تقريبا واحد 10 دقائق كيفما كتشوفوا راه تنفخات، دابا غادي دهنها بشويه ديال الصفار ديال البيض غير بشويه يعني على هذا الشكل. نحاول ما نوركوش على يعني نفورسيوش على بالجهد على هذا الشكل. وفي هذه المرحله انا راه مديره الفران كيسخن على درجه الحراره 190، ومازال غادي تنفخ لينا في الفران. انا هذاك العجين راه عطاني تقريبا هاد الطاوة وهادي يعني تقريبا 10 ديال السمتولي. غادي نزوقها دابا بالحبة السوداء. كما قلت كيبقى لكم على حسب اختيار التزيين. غادي نزوق دابا بالزنجلان
صافي كيف ما كتشوفوا. فدابا غادي ندخلها الفران، غادي طيب ليا نشعل على الفران من تحت، يطيبوا ليا من تحت حتى يتنفخوا، عاد نشعل عليهم من الفوق ونتلاقاو باش نوريكم النتيجة من بعد. هذا هو الشكل ديال البريوش من بعد ما خرجتو من الفران، كيجي على هذا الشكل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك وتخلوا لي التعاليق الزوينه اللي كتخليني نزيد نعطيكم اكثر. وشكرا وبالصحه والراحه، وجربوهم وردوا عليا الجواب في التعاليق.